سيداتي وسادتي، بعد قليل سوف تطوى إشارة ربط أحزمة المقال. سلامتكم، نرجو من حضراتكم إبقاء العزيمة وربط تحسب المرينة بل مطبعتها المفاجئة. نود أن نذكر حضراتكم بأنه يمنع التدخين نهائيا على متن طائرتنا، استخدام السجائر الإلكترونية أيضا غير مسموح به حتى تنالك النزول من الطائرة. مشرف الخدمات على الدائرة السياحية هو السيد رايان والسيد توصيف. كما إني مبقى رفرات الطاقم أعتب استعدادا بطاقمكم ومدار الرحلة. بعد قليل سوف نقدم لكم وجبة العشاء، وقبل الهبوط إلى الدوحة سوف نقدم لكم وجبة خفيفة أخرى. كما إن برامجنا الترفيهية قد بدأت، مزيد من التفاصيل رجاء اطلاع المجلة الترفيهية المتوفرة لكم بالمقاعد التي أمامكم. سيدتي وسادتي، لدينا تشكيلة واسعة محتاجة مبيعات سوق الحر المقطع من الرسوم الجمركية على مدى رحلة اليوم. مزيد من التفاصيل رجاء اطلاع المجلة السوق الحر المتوفرة فيكم بالمقاعد. إذا رغبتم في محتاج مبيعات سوق الحر برجاء إبلاغ أحد طاقم الضيافة حيث نقوم بتقديم طلبك في مقعدك. نشكركم ونرجو أن تقضوا رحلة ممتعة معنا. سيدتي وسادتي، بعد قليل سوف نقوم بعرض مفصل عن مبادرة علم طفلنا التي تدعمها الخطوط الكبيرة القطرية. تهدف هذه المبادرة إلى خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم حول العالم، حيث يوجد اليوم 58 مليون طفل حول العالم محروم من التعليم الابتدائي نتيجة الفقر والتمييز والنزاعات والكوارث الطبيعية. للركاب الراغبين لتبرعوا لهذه المبادرة النبيلة، برجاء وضع تبرعاتكم في المغلفات المتوفرة في جيوب مقال وتسلموا لأحد طاقم الضيافة. نشكركم على حسن انتباهكم. Safety recommended to keep your seatbelt loosely fastened in case of an unexpected